بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبتدي دلوقتي نشرح شابتر 12. شابتر 12 بيتكلم على الانتر مولكولار فورسز، وهنتكلم فيه كمان على الفيز تشينجز ما بين السوليد والليكويد والجاز. جاهزين؟ اللي في ايده حاجه يسيبها ونركز مع بعض. يلا نبتدي على بركه الله. Overview of physical states and phase changes. احنا كنا قلنا في اول ما بدانا نشرح شابتر 1 و 2 قلنا ان الماتر بتوجد في 3 states. الماتر او الماده بتوجد يا اما في الحاله السوليد اللي هي الصلبه، او توجد في الحاله السائله اللي هي الليكويد، او توجد في الحاله الغازيه اللي هي الجاز. لو بصينا البارتيكلز هنا اهوت اللي في الحاله السوليد هنلاقي كلهم قريبين جدا جدا مع بعض ومترصين بطريقه منظمه، فبنلاقيهم ان هم كلوز تو ايتش اذر، موجودين متماسكين مع بعض زي بالظبط قالب التلج. لو طلعت قالب التلج من الفريزر هتلاقيه مجمد كده وقريب جدا ببعض، لا تعرف تهزه شمال ولا يمين. انما في الحاله الليكويد لو سبت بقى هنا اهوت السوليد يبرد شويه، في الحاله الليكويد هنلاقي ان البارتيكلز بعدت عن بعضها شويه، فبتدي لها حريه الحركه انها تبدا تتحرك. عشان كده لو سبت مثلا كوبايه ميه وهزتها كده تبدا الميه تروح وتيجي معاك، ممكن تقع منك. انما في الحاله الغازيه لو سخنت بقى الليكويد هتلاقي ان البارتيكلز بعدت عن بعضها، وبالتالي بيبقى لها حريه الحركه انها تطلع وتتبخر. طيب ازاي اقدر احول بين الثلاث حالات؟ الثلاث حالات دول عشان احول بينهم الرسم ده بيوريني الكلام ده. على فكره الرسم ده والشكل ده كنا قلنا قبل كده، بس احنا لازم نشرحه هنا. تعال نشوف بقى الفيز تشينجز عشان احول من السوليد الى الليكويد الى الجاز. عشان احول من السوليد الى الليكويد بعمل عمليه ميلتنج، يعني بالظبط عند قالب تلج وطلعته من الفريزر هسيبه في الشمس او هسيبه في درجه حراره يسخن شويه يتحول الى ليكويد، والعمليه دي بيسموها ميلتنج، ذوبان. طب عشان احول من الليكويد الى الجاز بعمل عمليه فابورايزيشن، اسخن الليكويد ده لحد درجه الغليان يبدا تتبخر البارتيكلز او تتبخر الميه وتحول الى جاز. طيب ايه بقى الباكورد؟ عشان احول باكورد راجع تاني بالعكس، احول من الجاز الى الليكويد بعمل عمليه كوندنسيشن، اسيب الغاز ده او الجاز ده يبرد لحد ما اعمل له كوندنسيشن تكثيف واحوله الى ليكويد. طيب ومن الليكويد للسوليد اعمل عمليه فريزنج، عند مية حطيتها في الفريزر جمدتها اسمها عملية فريزنج. طيب ممكن كمان احول من السوليد الى الجاز بدون المرور على الليكويد، بان انا اعمل عملية ايه؟ سبليميشن، اللي عملية انصهار. كمان ممكن اعمل العملية العكسية، ان انا احول من الجاز على طول الى ايه؟ السوليد، بان انا اعمل عملية ايه؟ ديبوزيشن، عملية ايه؟ ترسيب. دي تحويل بين التلات حالات. لو شفنا الشكل اللي قدامي ده للفيز تشينجز هنلاقيه نفس اللي فات بالظبط، لكن ده اللي موجود عندكم في الكتاب عشان كده انا حطيته هنا. هنلاقي نفس العمليه، ادي السوليد وده الليكويد والجاز، عشان احول من هنا لهنا ادي الميلتنج، ومن الليكويد للجاز الفابورايزيشن او الفابورايزنج، ومن الحاله العكسيه من الجاز الى الليكويد الكوندنسنج، والفريزنج من الليكويد للسوليد. وعشان احول من السوليد الى الجاز بعمل عمليه سبليميشن وديبوزيشن. فينا عندي بقى حاجه اسمها الاكسوثيرميك والاندوثيرميك. كنا شرحناهم قبل كده في شابتر 6 اللي بيتكلم على الثيرموكيمستري، اللي عايز يفهمهم اكتر يرجع الى شابتر 6. تعالوا نشرح مع بعض موضوع الاندوثيرميك والاكسوثيرميك بصوره سريعه. هفترض ان انا عندي هنا اهوت اداه مكعبات تلج، او طلعت تلج من الفريزر عندي. التلج ده حطيته يسخن، سبته في الشمس، حطيته في درجه حراره الغرفه، سلطت عليه حراره، المهم بدا يكتسب كميه الحراره اللي انا سلطتها عليه، بدا يدوب التلج، اتعمل له عمليه ايه؟ ايوه ميلتنج اللي قلناها من شويه. طيب اتحول لايه؟ اتحول لليكويد. سخنت الميه ديت كمان، يعني اديت لها حراره خارجيه، بدات اسخنها او اديت لها مصدر حراره. بدات ترتفع درجه الحراره لحد ايه؟ الغليان، فتعمل لها عمليه ايه؟ فابورايزيشن. اتحولت من الليكويد الى الجاز. كل المراحل دي كلها ايه؟ بتكتسب حراره. فالتفاعل ده بيسموه تفاعل ماس للحراره اللي هو ايه؟ اندوثيرميك.
فإذا التفاعل إذا امتص كمية حرارة بيسموه اندوثيرميك، وبالتالي بياخد علامة إيه؟ الناتج بياخد البوزيتيف. زي كده لو أنا عندي مثلا ده ال H2O كان في الحالة السوليد اللي هي دي قالوا بالتلج أو مكعبات التلج، اتحولت إلى H2O liquid معناها إن هي اكتسبت حرارة، كمية الحرارة اللي اكتسبتها بيسموها دلتا H fusion. الفيوجن دي بالظبط اكنها ميلتنج، هي المصطلح يعني ميلتنج هي فيوجن. كميه الحراره اللي خدتها ايه او اللي كانت لازمه عشان يدوب لي التلج للميه وعشان يبخره مقداره كام؟ طبعا من السوليد للليكويد بوزيتيف 6.01 كيلو جول على كل مول، يبقى اذا كميه الحراره اللي اكتسبتها بالموجب ودي كميتها او الحراره اللازمه لها. طيب تعالوا نشوف بقى لو انا عندي هنا الجاز، سبت الجاز يبرد، يعني كان عندي ماتر او عندي اي حاجه في الحاله الغازيه سبتها عشان تبرد، بدات تطرد الحراره بره الكونتينر او الفلاسك اللي انا فيه، اتعملت لها عمليه ايه؟ كوندنسيشن، فتحولت الى ليكويد. سبت الميه ديت او الليكويد ده يبرد، بدا يطرد كميه حراره منه وتحول الى ايه؟ السوليد ستيت، اتعملت له عمليه ايه؟ فريزنج. في طول مروره بالشكل ده بيطرد كمية حرارة، يبقى إذا التفاعل ده اسمه تفاعل طارد للحرارة وبياخد النيجاتيف ساين، اسمه إيه؟ إكسوثيرميك. يبقى إذا التفاعل طارد كمية حرارة يبقى تفاعل إكسوثيرميك. زي كده الـ H2O كان ليكويد اتحول إلى H2O solid، طارد كمية حرارة مقدارها كام؟ نيجاتيف 6.01 كيلو جول على كل مول. فهمنا الفرق بين الاندوثيرميك والاكسوثيرميك؟ تعال نشوف الجراف اللي قدامي ده هوت. لو خدنا مثال عندنا ال H2O اللي هي الميه، الجراف ده بيوريني علاقة بين الهيت ادد اللي هو الانرجي لو انا اديت مثلا مصدر طاقة للميه، وعلاقة ما بين التمبريتشر. لو شفنا مع بعض في المنطقة اللي تحت ديت عند درجة الحرارة اللي هي ماينس 40، بنلاقي ان الميه عندي في منطقة التجمد، في المنطقة دي كلها منطقة التجمد لحد ما توصل إلى كام؟ الزيرو ديجري. أول ما يحصل إن هو توصل للزيرو ديجري أنا طبعا بزود مصدر الطاقة، بزود أي مصدر طاقة عندي عشان أسخن. أول ما توصل إلى الزيرو ديجري بتحول إلى ووتر أند آيس، لا هو تلج بس ولا هو ووتر بس، ده عند درجة الزيرو يبدأ يثبت في المرحلة ديت لحد ما زود درجة الحرارة. عند الزيرو هنا هوت وزودت درجة الحرارة ببدأ التلج بتحول إلى مية، أبدأ أزود الإنرجي شوية تبدأ ترفع درجة الحرارة لحد ما أوصل إلى 100 درجة مئوية. عند 100 درجة مئوية دي بيحصل إيه؟ يتنقل إلى الجاز ستيت. الجاز ستيت اللي هو عبارة عن اللي هو عبارة عن ووتر وستيم، اللي هو جاز بس ولا هو ووتر بس، بيبدأ يمر لحد ما يتبخر كل المية وتمشي في الفيز ده لحد ما توصل إلى النقطة ديت. لما وصلت زودت الإنرجي، أما زودت الإنرجي خلاص خلصت الووتر وتحولت إلى إيه؟ جاز. دي الثري فيزز اللي بيمر بيها المية. المعادلة اللي فوق ديت نفس المعادلة اللي كنا قلناها، إن الدلتا أو قصة الـ H2O solid بتحول إلى liquid وبيكتسب كمية حرارة مقدارها كام؟ الدلتا H fusion positive 6.01 كيلو جول على كل 1 مول. طيب والليكويد الووتر في مرحلة تحوله إلى الجاز، الدلتا H vaporization نفس العملية بيكتسب كمية حرارة مقدارها كام؟ positive 40.7 كيلو جول على كل 1 مول. الجراف اللي قدامي ده عكس الجراف اللي احنا كنا شفناه من شويه. التاني كان عمليه ايه؟ تسخين، ان انا ببدا ادي درجه حراره عشان احول من السوليد الى الجاز. هنا العكس، لو انا عندي هنا هو جاز هعمل له عمليه ايه؟ تبريد. ادي الستيج 1 ستيج 2 ولا الستيج 3 ولا الستيج 4 ولا الستيج 5. لو عندي جاز هنا في درجة حرارة 130 سيبته يبرد شوية بشوية، بيبدأ يتحول من الجاز عند درجة حرارة 100 يبدأ يتحول إلى الجاز ليكويد، قلنا إن هو عبارة عن إيه؟ جاز وليكويد في نفس الوقت. يمشي في الفيز ده هي كده هوت مرحلة لسه في مرحلة الجاز ليكويد، ويبدأ أبرد شوية بشوية، أنزل بدرجة حرارة 100 لحد ما أوصل إلى الزيرو، يبدأ
ينزل يبرد 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 لحد ما وصل إلى النقطة دهيت عند الزيرو. عند الزيرو يبدأ أو تبدأ تتجمد المية، تتجمد المية وتبدأ شوية ما بين ليكويد وسوليد. في الفيز ده هي الفيز 4 أو الستيج 4، يبدأ شوية شوية يتجمد لحد ما يبدأ تنزل درجة حرارة أكتر، ويبدأ يتجمد لحد ما وصل إلى كام؟ الماينس 40. دي الستيجز اللي هي الفايف ستيجز، عكس الستيج اللي هي اللي كنا عندنا التانية هيتنج والتانية إيه؟ كولينج كيرف. المعادلات دي بملخص سريع عن التو جراف اللي احنا شفناهم من شويه. انا عندي ال H2O كان في الليكويد اتحول الى الجاز، الدلتا H فابورايزيشن بتبقى عباره عن بوزيتيف 40.7 كيلو جول على كل 1 مول، وقلنا كمان ان الجاز لما بتحول الى ليكويد بيعمل لي ايه؟ ماينس 40.7 كيلو جول على كل 1 مول. ده ملخص اللي فات على فكره، ده معادلاته يعني. كمان عندي ال H2O كان في الصوليد اتحول الى الجاز، دلتا H لو بيسموها السبليميشن، بوزيتيف 46.7 كيلو جول على كل 1 مول. ال H2O كان في الحالة الغازية اتحول الى حالة الصوليد، كمية الحرارة عنده بالنيجاتيف 46.7 كيلو جول على كل 1 مول.